السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، سوف نقدم لكم طريقة الدخول إلى موقع جامبا وكيف تثبت المحاضرة الافتراضية. ينصح بذلك استخدام متصفح جوجل كروم، ولا ينصح باستخدام البرامج الموضحة أثناء تثبيت المحاضرة الافتراضية، علما بذلك أنه ينصح باستخدام البرامج بعد الانتهاء من تثبيت المحاضرة الافتراضية. نقوم بفتح جوجل كروم، ثم ندخل الرابط التالي jl.jazanew.edu.sa. سوف ننتقل إلى الصفحة الرئيسية لموقع جامبا. ستشاهد في أعلى المتصفح النوافذ المنبثقة. نذهب إلى النوافذ المنبثقة ونعمل السماح بعرض النوافذ المنبثقة. انتهاء. ندخل اسم المستخدم وكلمة المرور. اسم المستخدم وكلمة المرور للطلاب هي الرقم الجامعي ورقم الهوية أو رقم الإقامة. نقوم بتسجيل الدخول. سوف تفتح لنا الصفحة الرئيسية. ستشاهد فيها جميع المقررات. نقوم بفتح النوافذ المنبثقة ونعمل السماح بعرض النوافذ المنبثقة. انتهاء. نذهب إلى المحاضرات. نحدد المحاضرة، وبعد تحديد المحاضرة الذهاب إلى أيقونتين. نقوم بالذهاب إلى أيقونة التنزيل. سوف ننتقل إلى صفحة التنزيل. نقوم بتحميل النسخة الخاصة بالويندوز، علما أن هذا الموقع يدعم OS X and Windows and Android. بعد انتهاء التحميل نقوم بعرض المجلد، ثم استخراج المجلد من المضغوط. نقوم بتثبيت البرنامج. سوف تظهر لك رسالة، نقوم بضغط يس. سوف يغلق المتصفح، وبعد الانتهاء نضغط على زر كلوز. نعيد فتح المتصفح. ننتقل إلى الرابط التالي jl.jazanew.edu.sa. نغلق الإشعارات. ندخل اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم نقوم بتسجيل الدخول. ستشاهد الصفحة الرئيسية. أيضا نغلق الإشعارات. ننتقل إلى المحاضرة. نقوم باختيار المحاضرة. نضغط على زر اختبار أو تيست. نذهب إلى إلغاء التنزيل، ثم نقوم بالذهاب إلى النوافذ المنبثقة ونعمل السماح ثم انتهاء، ثم نغلق الصفحة. نقوم بالذهاب إلى زر اختبار أو تيست.
كما نشاهد الآن نقوم بإعدادات الصوت والميكروفون. ننتظر الآن حتى نعمل اختبار المحاضرة الافتراضية. كما هي الآن تعمل بكل نجاح. نقوم بإغلاق المحاضرة الافتراضية ثم ننتقل إلى المحاضرات المختصة بنا، علما أن هذه الأيقونة فقط للاختبار. وشكراً.